كغيره من القطاعات في العراق، يعاني القطاع الصحي من الإهمال والفساد الحكومي الذي بات يهدد حياة العراقيين. مركز الكلى في محافظة بابل توقف عن العمل بعدما تعاقدت وزارة الصحة مع شركة كيماديا التي لم تلتزم بشروط العقد، معرضة حياة الآلاف من مرضى الفشل الكلوي في المحافظة للخطر. محافظة بابل تعاني من توقف مركز الكلى اللي هو في مدينة مرجان الطبية، وهذا عاد بالسلب على المواطنين من مرضى المواطنين، وهذا مرض حساس جدا ومرض خطير يؤدي في يعني يؤدي حياة المواطنين. هذه الشركة ممتلكة تعاقدت عليها وزارة الصحة، ومع الأسف يعني جميع المحافظات لم تتلكها، مع الأسف فقط محافظة بابل هذه الشركة هي ممتلكة وغير جيدة. أمام واقع يشوبه الإهمال والفساد، أعلن مجلس المحافظة نيته إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب ما رآه أعضاء المجلس تقصيراً من جانب الشركة التي تعاقدت معها الحكومة. في نية مجلس محافظة بابل إقامة دعوى قضائية بعد الاستماع لمدير مستشفى مرجان والتقصير الحاصل من قبل وزارة الصحة لأنها تعاقدت مع شركة، وهذه الشركة هي شركة متلكئة، لذلك كان لزاما على وزارة الصحة أن تفحص وتتمحص بهذه الشركات، وخصوصا هذا الموضوع هو يخص الحياة المواطن الحلي والمواطن البابلي بشكل عام. من جهتها برأت إدارة المستشفى ساحتها وألقت باللوم على الشركة لعدم التزامها ببنود العقد مع الحكومة. الشركة تقوم بتوفير هذه المواد وإنشاء هذا المنشأ والأجهزة وتقديم يعني عملية الغسل الدموي إلى مرضى عجز الكلوي. هذا العقد فيه كثير من التلكؤات، هناك خلل في تنفيذ بنود العقد، مما اضطرنا إلى يعني حقيقة مخاطبة دار صحة بابل وزارة الصحة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل وزارة الصحة بإيقاف مستحقات هذه الشركة نتيجة تلكؤها وعدم تنفيذ بنود هذا العقد. وبين هؤلاء وهؤلاء يبقى المرضى يواجهون الموت وحدهم في ظل الإهمال والفساد الحكوميين اللذين باتا يمثلان خطرا على المواطنين ربما يفوق خطر الموت مرضاً.